انت مو من حقك توقف بوشي. ولي موتتني رعبه. جهاد، ايه سمعت المعلم شو عم يحكي؟ جاي عم يهددني بنص حارتي. قل له يروح يلعب بعيد، روح من هون قبل ما ادحك كفر لك اسنانك، مفهوم ماجد بيك؟ بدك تتبهدل؟ ناريمان إلي وما بسمح لك تقرب عليها، وإذا ضايقتها ما تلوم إلا حالك، عم تفهم عاصي؟ شايفة شو عملتي؟ علقتيهم ببعض، ويا عالم شو رح يصير. تركيني بحالي. ليك عاصي، طلع من حياتي. ماجد، بتمنى ما بقى أشوفك مرة تانية. إذا عاصي ضل هون أنا مستحيل روح. شو؟ ما بدك تروح؟ شو رأيكم احكي بقى؟ ولا ما بيحق لي كمان؟ معناتها هلأ عم تحكوا عني وما بدكم يعني اتدخل بيناتكم. طيب إذا هيك رح انتظر لتخلص الخناقة وأنا بوقف عرصيف بتفرج من بعيد مشان ما ضايق حدا، مو أحسن؟ يلي بيحب حياته ما بيساوي مثلك. ولا انت. المشكلة بيني وبين ماجد ما دخلك. طبعا المشكلة بيني وبينك. فرجيني مراجلك. رجاء احترموا العالم اللي واقفين معكم ولا تتخانقوا. يلا عاصي، أهلك بالدنيا. أنت بعدي. أهلك عم يسألوا عنك. ناري ما نتركيني. كيف يعني؟ الموضوع بعده ما خلص. معلوم لسه ما خلص. شو بدك تساوي يعني؟ رح أفرجيكي أنت. عاصي اتركه. اتركني كفي عليه. خلاص جهاد، بعد أنت. ماجد انتبهي، ناريمان ابوكي. ماجد لو سمحت روح من هون، لو سمحت روح. قلتلك شو صاير ببيتنا؟ هلأ لحتى انتبهت وبدك يعني جاوبك عادي، مو هيك سيد عاصي؟ قديش خايف ومتضايق على عيلتك معناته. بابا اجيت ورا عاصي لناديله، ما كان بالبيت وخالة زهرة بعتتني مشان هيك. منيح ما عملتي، وطالما عاصي عرف شو صار مع أهله المفروض يروح لعندهم هلأ. يلا صبايا على البيت. عاصي دير بالك على أهلك كلهم برضاي عليك. يلا روح لعندهم، بيكونوا محتاجينك معهم. يلا تيسر هلا. يلا يا بنات.